هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الصفحة الثانية والسبعون بعد المئتين إنه الحديث الخامس والستون بعد المئة صفحة 272 رقم الحديث 165 بسنده عن ابي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن رجب سألته عن رجب عن رجب الذي قلت لكم انه رجب العلامات ابو بصير كان عارفا من ان العلامات تبدا في شهر رجب ولذا ابو بصير يقول: سالته عن رجب العارفون بكلام ائمتنا يعرفون هذه المقاصد سألته عن رجب قال قال الامام الصادق صلوات الله عليه ذلك شهر كانت الجاهليه تعظمه وكانوا يسمونه الشهر الأصم لماذا تحدث إمامنا الصادق عن الجاهلية وعن تعظيم أهلها لهذا الشهر لأنه أراد أن يذكر تسميتهم لشهر رجب بالشهر الاصم تلك هي معارض كلامهم لماذا سمى العرب في الجاهليه شهر رجب بالشهر الاصم سمي بالشهر الاصم لأن الناس في الحقيقة لا تسمع قعقعة السلاح ففي شهر رجب كانت المعارك والحروب فيما بين القبائل العربية تتوقف فهو من الاشهر الحرم فسمي بالشهر الاصم لان الناس لا تسمع صراخ المقاتلين ولا تسمع استغاثات النساء حينما تُسبى من قِبَلِ أعداء قبيلتهن ليس هناك من حرب، ليس هناك من قعقعة سلاح، ليس هناك من طعن وضرب، من هنا سُمي شهر رجب بالشهر الاصم قد يقول قائل ما معنى هذا الاصم هو الذي لا يسمع فما علاقه شهر رجب أن يوصف بالأصم هذا اللون من التعبير في لغة العرب مثلما نصف النهر بأنه جاري والذي يجري هو الماء الذي لا يسمع قعقعه السلاح هو الانسان ولكنه يعيش في الزمان فانتقل الوصف من الانسان الى الزمان مثلما انتقل الوصف من الماء الى النهر الماء هو الذي يجري ولكننا نقول من ان النهر هو الذي يجري الذي لا يسمع قعقعه السلاح هو الانسان ولكنه اين يعيش اين يتحرك انه يتحرك في مجرى الزمان مثلما يتحرك الماء في مجرى النهر لماذا تحدث امامنا الصادق عن هذه الجهه الامام يوجه الشيعه الى ان شهر رجب ليس فيه من قتال بالنسبه اليكم وانما عليكم ان تستعدوا واذا كنتم قادرين ان تقبل الينا فعجلوا ستاتينا الروايات فعجلوا الينا ابو بصير يقول سالت الامام الصادق عن رجب قال ذلك شهر كانت الجاهليه تعظمه وكانوا يسمونه الشهر الاصم قلت شعبا شعبان الذي ياتي بعد شهر رجب بعد رجب العلامات نحن نتحدث عن ايام العلامات قلت شعبان قال تشعبت فيه الامور لماذا في شهر رجب سيخرج السفياني في الايام الاولى من شهر رجب وسيكون السفياني علامه واضحه على الاقل للشيعه المهتمين بامر امام زمانهم لانه سيخرج في ظرف حدثتنا الروايات عن تفاصيل ذلك الظرف سأحدثكم عنه سأحدثكم عنه لكن اصطبروا علي حتى استطيع ان اوضح لكم المسائل بشكل جلي وبين حتى لا تلتبس عليكم الامور حينما يخرج السفياني في رجب فان اليمانيه سيخرج ايضا والخراسانيه كذلك الاحداث تترى تتوالى وهناك من الوقائع الكونيه ستقع في شهر رجب لا اريد ان اخوض فيها هناك وقائع كونيه ستقع في شهر رجب الائمه قالوا لنا اذا اردتم نقطه داله انه السفياني النقطه الداله التي بامكاننا ان نستدل عليها من دون الخوض في التفاصيل والامور التجزئيه في شعبان سيحدث خبط وخلط بين الشيعه بين الناس عموما في منطقه الشرق الاوسط لكنني اتحدث عن الشيعه اتحدث عن حالنا الباقون هم يهتمون بامورهم انا اتحدث عن حالنا اتحدث عن حال الذين يهتمون بامر امام زمانه وعن حال الذين يقولون نحن شيعة نحن شيعة للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في شهر شعبان ليس هناك من علامة تشكل نقطة دالة لكن اضطرابا واسعا في الواقع الشيعي هل ينتظرون ظهور الامام ولا يحركون ساكنا هل هذه العلائم هي العلائم الحقيقيه هل سنغادر بيوتنا خوفا من السفياني هل سنذهب باتجاه اليماني الى اليمن ام اننا سننتظر قدومه الى العراق هل سنذهب إلى إيران إلى الخراساني أم أننا سننتظر قدوم الخراساني إلى العراق؟ ماذا سنفعل بواقعنا في العراق أو في غير العراق؟ أتحدث عن الشيعة عن الشيعة المهتمين لأمر إمام زمانهم أو الشيعة الذين يقولون نحن شيعة لقائم آل محمد صلوات الله عليهم هل سنكون في معسكر الخراساني؟ هل سننتظر قدوم اليماني هل سنخرج من المدن التي حدثتنا الروايات عنها من ان السفيانيه سيهاجمها وستكون فيها مذابح مثلما قال امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه شعبان تشعبت فيه الامور الذين يعيشون في بلاد الغرب مثلا في البلدان البعيده عن منطقه الشرق الاوسط هل يفكرون في السفر الى هناك اساسا هل يستطيعون السفر نحن عايشنا تجربه الكورونا وفي ايام الكورونا لم يكن باستطاعه جميع الناس ان يسافروا الا ضمن ضوابط يمكن ان تكون هناك أحداث ووقائع وظروف تمنع الناس من السفر هذا هو شعبان سألته عن رجب أبو بصير يقول سألت الإمام الصادق عن رجب قال ذلك شهر كانت الجاهلية تعظمه وكانوا يسمونه الشهر الأصم. قلت شعبان. قال تشعبت فيه الأمور. قلت رمضان. قال شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم صاحبكم تلاحظون من أن سؤال أبي بصير عن رجب وعن شعبان سؤال عن الاشهر التي هي اشهر العلامات قلت رمضان قال شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم صاحبكم واسم ابيه انها الصيحه في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان عند الفجر عند فجر ليلة القدر قال شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم صاحبكم واسم أبيه قلت شوال قال فيه يشول أمر القوم ما المراد من القوم العباسيون الذين يحكمون العراق في بغداد والكوفه في بغداد والنجف لماذا لان ابا بصير عراقي كوفي من اهل الكوفه ولان الحديث عن شهر رجب انه شهر السفياني والسفياني يظهر في الشام ويقبل الى العراق ان كان بنفسه او انه يرسل قاده من قادته واليماني كذلك سيقبل إلى العراق والخراساني كذلك فمركز الحديث العراق قلت فشوال قال فيه يشول أمر القوم يشول ينقبض يكون ضعيفا يتلاشى شيئا فشيئا لن يسقط الحكم العباسي حتى يسقطه السفياني والخراساني السفياني من جهه والخراساني من جهه اخرى وهذا يدل على ان الحكم العباسي سيكون منقسما فيه اناس سيحاربهم الخراساني وفيه اناس سيحاربهم السفياني وهذا هو الذي نشاهده في الحكم العباسي المعاصر في العراق انهم مجموعات واتجاهات مجموعات في جهه ايران ومجموعات في جهات اخرى قطعا الايرانيون سيسقطون الجهات التي لن تكون مؤيده لهم وسفياني سيسقط الجهات التي ستكون مؤيده للايرانيين هذا هو الذي سيجري الروايات هكذا حدثتنا من ان الحكم العباسيه سيكون ضعيفا وضعيفا جدا بسبب الاختلافات فيما بينهم لكنه يبقى موجودا حتى يدخل السفياني الى العراق من جهه الشام ويدخل الخراساني الى العراق من جهة ايران وكلاهما الخراساني والسفياني سيسقطان الحكم العباسي كيف يكون ذلك؟ الخراساني عدو للسفياني والسفياني عدو للخراساني يكون ذلك كما حدثتكم السفياني سيسقط الجهة التي تكون مؤيده للايراني والخراساني سيسقط الجهه التي لا تكون مؤيده له قد تكون مؤيده للسفياني او انها مؤيده لجهات اخرى في شهر شوال يشول امر القوم سيكون ضعيفا قلت فشوال قال فيه يشول امر القوم يمكن ان يقول قائل من ان المراد من القوم هنا هم حكام السعوديه حكام الحجاز باعتبار ان الكلام سينتقل الى مقتل النفس الزكيه في مكه نتسلسل مع الحديث السياق يقول من ان الامام يتحدث عن الحكم العباسي بحكم ما قبل هذه الجمله من كلام مر علينا قلت فشوال قال فيه يشول امر القوم ينحسر يتلاشى شيئا فشيئا والسبب في ذلك الاختلافات فيما بينهم فيما بين حكام بني العباس قلت فذو القعده قال يقعدون فيه انها فتره هدنه مؤقته ما هي بهدنه رسميه وانما ينصرفون كما يبدو من بعض الاحاديث لجمع الميره لجمع وتخزين الاطعمه الاسلحه المواد التي يحتاجونها بالنسبة للحكومات وبالنسبة للقبائل لعامة الناس. يميرون ما يميرون من الميرة لانفسهم. قلت فذو القعدة قال يقعدون في قلت فذو الحجة قال ذلك شهر الدم. الامام يشير الى مقتل النفس الزكيه ما بين الركن والمقام وهو رسول يبعثه صاحب الامر الى اهل مكه قلت فالمحرم انه الشهر الذي سيظهر فيه الامام قلت فالمحرم قال يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحرام ما المراد من هذا يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحرام انه البرنامج الجديد انه المثال المستانف انه التغيير الهائل العظيم الامام هنا لا يتحدث عن حلال وعن حرام في دائرة فتوائية ضيقة. الامام يتحدث عن تغيير هائل بالنسبة للمتشرعة والمتدينين حينما يقال لهم من ان الحرام سيحلل ومن أن الحلال سيحرم هذا يعني أن التغيير سيكون تغييرا عظيما هائلا في جميع الاتجاهات. قلت فالمحرم؟ قال يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحرام. قلت صفر وربيع قال فيها خزي فظيع ما الذي سيجري في شهر صفر وفي شهر ربيع الذي سيجري ان تنكشف عورات الواقع الشيعي الروايات مرت علينا من ان الامام سيبدا بكذابي الشيعه قطعا هو لا يتحدث عن الاطباء عن المهندسين عن اساتذه الجامعات عن العمال الذين يشتغلون بالاجره اليوميه عن اصحاب المطاعم ومحلات بيع الفواكه هو لا يتحدث حينما يتحدث الامام المعصوم من ان صاحب الامر سيبدا بكذابي الشيعه كذابو الشيعه زعماؤهم الدينيون وزعماؤهم السياسيون هذه القضيه بينها لنا رسول الله صلى الله عليه واله صنفان من امتي اذا صلح صلحت الامه واذا فسد فسدت الامه انهم العلماء والامراء فالكذابون هؤلاء قادة الأحزاب الشيعية الدينية السياسية القطبية هؤلاء هم الكذابون مراجع النجف وكربلاء هؤلاء هم الكذابون الذين مر علينا وصفهم في حديث إمامنا الصادق في رواية التخليد من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويضيفون إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا هؤلاء هم كذابو الشيعة مراجع التخليد زمان الغيبة الكبرى إنهم مراجع النجف وكربلاء هؤلاء هم كذاب أشيعة ودجال أشيعة قلت صفر وربيع قال فيها خزي فظيع وأمر عظيم قلت جمادة قال فيها الفتح من اولها الى اخرها لان الامام سيقضي على بتريه النجف على مراجع النجف على مراجع النجف وكربلاء على هؤلاء السفله اللعناء من المرجئه والبتريه والمقصره من الذين يضحكون على الشيعه وعبر التاريخ يضحكون على الشيعه والى يومنا هذا والى يوم مجيء امام زماننا الى العراق صلوات الله وسلامه عليه قلت جماده قال فيها الفتح من اولها الى اخرها أعيد قراءة الرواية عليكم عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه سألته عن رجب قال ذلك شهر كانت الجاهلية تعظمه وكان يسمونه الشهر الأصم قلت شعبان قال تشعبت فيه الأمور قلت رمضان قال شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم صاحبكم واسم ابيه قلت فشوال قال فيه يشول امر القوم قلت فذو القعده قال يقعدون فيه قلت فذو الحجه قال ذلك شهر الدم قلت فالمحرم قال يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحرام أو ويحل فيه الحرام قلت صفر وربيع قال فيها خزي فظيع وأمر عظيم قلت جمادة قال فيها الفتح من أولها إلى آخرها نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي, مهزم الاسدي فقال اخبرني, أخبرني جعلت فداك متى, متى هذا الامر, الأمر الذي تنتظرونه فقد طال فقال يا مهزم, مهزم كذب الوقاتون الوقاتو وهلك المستعجلون ونجا المسلمون والينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن, أن تكذب فلسنا, فلسنا نوقت, نوقت لأحد, لأحد وقتا هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف وطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة 210 رقم الحديث 300 واحد وثمانين بسنده عن عيسى بن القاسم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة وأنا أقرأ عليكم من صفحة 211 إمامنا الصادق هكذا يقول اذا كان رجب انه يتحدث عن رجب العلامات تلاحظون مدى اهتمام الائمه واهتمام اصحابهم هل نحن مهتمون بنفس مستوى هذا الاهتمام اذا كان رجب انها علامه انه رمز يعرفه اصحاب الائمه فحينما يذكر رجب انه رجب العلامات اذا كان رجب فاقبل على اسم الله عز وجل اقبل الينا اقبل الينا الى اين اقبل الينا الى اليماني الى الرايه الاهدى او الى الخراساني على الاقل الى الرايه المهتديه اذا كان رجب فاقبل على اسم الله عز وجل لان اليمانيه سيكون ظاهرا في شهر رجب في الوقت نفسه الذي سيظهر فيه السفياني في اول اسبوع من شهر رجب فان اليمانيه سيكون ظاهرا ايضا في الوقت نفسه في اليمن وسيقبل مسرعا الى العراق اذا كان رجب فاقبل على اسم الله عز وجل وان احببتم ان تتاخروا إلى شعبان فلا ضير شعبان ليس فيه من أحداث مثل ما قلت لكم قبل قليل وليس فيه من علامات يمكن أن تكون نقاطا دالة كالعلامات والنقاط الدالة التي ستتحقق في شهر رجب إنما شعبان ستتشعب فيه الأمور مثل ما شرحت لكم قبل قليل وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى أن يكون أقوى استعدادا لنصره امام زمانكم ان تنتفعوا من وقتكم في شهر شعبان وفي شهر رمضان لتصفيه بواطنكم هذا هو المراد فلعل ذلك ان يكون اقوى ثم ماذا قال امامنا الصادق صلوات الله عليه وكفاكم بالسفياني علامه. هذه النقطة الدالة حينما قلت لكم من أنني لن أحدثكم عن الوقائع الكونية وعن الأحداث العالمية التي ستقع في شهر رجب لأنها قد لا تكون واضحة للجميع هناك نقطة دالة علينا أن نركز عليها النقطة الدالة السفياني وصاحباه وفي الحقيقة صاحباه عدواه وصاحبه قد يكون صديقا وقد يكون عدوا السفياني وصاحبه انهم السفياني اليماني الخراسانى ما هم جميعا سيكونون موجودين في وقت واحد لكن العلامه الاوضح انه السفياني لماذا علامه السفياني واضحه جدا لان الاوضاع في سوريا ستكون سيئه للغايه وسيكون الانقسام شديدا والفتنه في غايه ما يمكن ان تكون هناك حكومه في دمشق ستكون موجوده وهناك قاده معارضون لتلك الحكومه هناك شخصيه بارزه ستكون واضحه في الاعلام وهذه الشخصيه ستكون موجوده في سوريا حكومه في دمشق معارضة قوية في سوريا وفي ظل هذه الاوضاع سيخرج السفياني وسيستطيع ان يقضي على الجميع وأن يوحد البلاد وأن يفرض سلطته في وقت سريع وسينتقل الحكم الذي في دمشق الى حكم سفياني أموي سيكون مناقضا للحكم الذي قبله لأنه لم يكن حكما سفيانيا أمويا هذا واضح في الروايات لأنهم أنصار السفياني يقولون له قم واسترجع حكم آبائك وأجدادك هذا يعني أن الحكم في دمشق لم يكن أمويا لم يكن سفيانيا وإنما هو الذي سيسترجع حكم ابائه وأجداده هكذا يقولون له وعلى هذا الأساس ستكون حركته القضية واضحة الحكم الموجود في دمشق ما هو بحكم أموي ولا سفياني والسفياني سيقضي على هذا الحكم وسيقضي على المعارضه ايضا وسيفرض سلطته على البلاد وسيوحد البلاد وفي وقت سريع جدا وسيعلن بيانه بيان الانتصار من المسجد الاموي من مسجد ابائه واجداده من هناك السفياني علامه واضحه جدا لا حاجه لبقيه التفاصيل كمواصفات وجهه كمواصفات بدنه الى بقيه التفاصيل الصغيره التي قد لا تكون واضحه في وقتها للجميع لكن الاحداث بهذا التفصيل الذي بينته لكم ستكون معلومه عند الجميع تتناقلها وسائل الاعلام في جميع الاتجاهات فاذا ما ظهر السفياني وتاكدنا من ذلك فان اليمانيه سيكون من السهل ان نشخصه وهكذا الخراساني ولذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكفاكم بالسفياني علامة كفاكم علامة اذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله عز وجل فاقبلوا الى اليمن اليماني هناك او الى ايران فالخراساني هناك اذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله عز وجل وان احببتم ان تتاخروا الى شعبان فلا ضير لان اليمانيه سيكون مقبلا الى العراق وهكذا الخراساني وان احببتم ان تصوموا في اهاليكم فلعل ذلك ان يكون اقوى ان يكون اقوى من جهه استعدادكم للكون في معسكر اليماني بالدرجه الاولى او في معسكر الخراساني بالدرجه الثانيه وكفاكم بالسفياني علامه اعتقد ان صوره صارت واضحه لديكم اقرا عليكم ما جاء في غيبه النعماني هذه الطبعه طبعه انوار الهدى قم المقدسه الطبعة الأولى والنعماني شيخنا ابن ابي زينب رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنه 360 للهجره صفحه 271 الحديث الرابع والعشرون بسنده عن ابي بصير عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اذا صعد العباسي اعواد منبر مروان مر علينا في البرامج السابقه وفي البرنامج هذا مر علينا ما جاء مرويا عن أمير المؤمنين وما جاء مرويا عن إمامنا السجاد صلوات الله عليهم من أن الناس ستسير من الأفاق إلى قبر الحسين متى عند زوال ملك بني مروان هذه الرواية سأعود إليها فيما ياتي من حلقات هذا البرنامج لكن هذا مر علينا من ان الناس ستسير الى قبر الحسين من الافاق متى سيكون ذلك عند زوال ملك بني مروان من ياتي بعدهم العباسيون الحديث عن زوال ملك بني مروان في العراق انه ملك بني مروان في اخر الزمان وإلا فملكهم كان في الشام وليس في العراق ملكهم الاول ملكهم الثاني في العراق في بغداد اذا صعد العباسي اعواد منبر مروان إنهم حكام العراق الحاليون القرائن واضحة وواضحة جدا وحكام العراق الحاليون الحقيقيون في النجا إنه السيستاني العباسي وإنهم حكومة المنطقة الخضراء العباسيه التي حاكمها الحقيقي هو الحاكم العباسي في النجف اذا صعد العباسي اعواد منبر مروان الذي يصعد على اعواد المنابر ما هم زعماء الاحزاب انهم اصحاب العمائم انهم رجال الدين اذا صعد العباسي اعواد منبر مروان ادرج او ادرج ادرج ملك بني العباس او ادرج ملك بني العباس ادرج اي تحرك ولكنه تحرك بطريقه يطوي نفسه شيئا فشيئا مثل ما يقال من ان هذا الامر قد ولد وهو يحمل في الوقت نفسه سبب القضاء عليه. فهذا الحكم ولد وهو يحمل في داخله سبب القضاء عليه، فساده، فساده الديني، فساده الاخلاقي، فساده المالي، فساده الاداري وشر ما فيه الفساد العقائدي الذي ياتي من النجف من المرجعيه العليا من هناك ياتي الفساد العقائدي كالفساد العقائدي عند بني العباس بنو العباس عقائدهم فاسده دينهم فاسد اخلاقهم فاسده وكانت الدولة العباسية يشيع فيها الفساد المالي والفساد الاخلاقي والفساد الاداري بكل مراتبه، اذا صعد العباسي اعواد منبر مروان ادرج ملك بني العباس ادرج ملكهم اي انه بدأ يتحرك الى الامام ولكن في الوقت نفسه هو يطوي نفسه بنفسه أدرج الشيء طواه وأدرجت الامر في دفتري في كتابي اي جعلته ضمن دفتري وضمن كتابي فكان كتابي ينطوي على ذلك الامر ويقال من ان فلانا ادرج ثيابه اي طواها طوى ثيابه اذا صعد العباسي أعواد من بري مروان أدرج ملك بني العباس وقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لي أبي يعني الباقرة صلوات الله وسلامه عليه لابد لنار من اذربيجان لا يقوم لها شيء هذه النار اما ان تكون حربا والمراد من اذربيجان انها البلاد التي تجاور ايران من جهه روسيا هذه بلاد اذربيجان الحديث ليس عن دوله بعينها هناك دوله يقال لها اذربيجان هي جزء من هذا العنوان هذه الدوله وما جاورها البلاد التي تجاور ايران من جهه روسيا هذه هي أذربيجان لا بد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء هذه النار إما أن تكون نار حرب وإما أن تكون علامة كونية لكن المعنى الأول هو الأوفق وهو الذي ياتي مناسبا مع سائر الروايات والاحاديث الاخرى وياتي مناسبا لواقع هذه المنطقه ان كان ما يرتبط بماضيها او ما يرتبط بحاضرها او ما يمكن ان يتوقع لمستقبلها فهذه المنطقه منطقه ملتهبه في الماضي وفي الحاضر وسيبقى التهابها شديدا في مستقبل الايام ايضا المعطيات والوقائع هي التي تخبرنا عن ذلك لا بد لنار من اذربيجان لا يقوم لها شيء لشدتها ولقوتها واستمرارها فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم قد تكون قد تكون حربا نووية حينما يكون الوصف هكذا لا بد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء فإذا كان ذلك فكونوا احلاس بيوتكم التصقوا ببيوتكم اتعلمون ما المراد من الاحلاس بالدقه بالدقه ما يوضع تحت البساط الذي يفرش على الارض البساط يفرش على الارض ما يوضع تحته من فرش تحت البساط هذه الافرشه هي التي يقال لها الاحلاس ما يوضع كذلك تحت سروج الخيل ما يوضع تحت براذع الحمير البرذعه هي بمثابه السرج للحمار السرج يوضع على ظهر الفرس والبرذعه والبردعه يقال بردعه ويقال برذعه والاشهر البرذعه بمثابة السرج للحمار ما يوضع تحت البرذعة ما يوضع تحت السرج ما يوضع تحت البساط تحت البسط التي تفرش على الأرض هذه هي الأحلاس فكونوا أحلاس بيوتكم حتى وأنتم في بيوتكم حاولوا ان تختفوا وانتم في بيوتكم وألبدوا ما البدنا فإذا تحرك متحركنا متحركهم بالدرجة الأولى اليماني من اليمن وبالدرجة الثانية الخراساني من ايران فكونوا احلاس بيوتكم والبد ما البدنا فاذا تحرك متحركنا فاسعوا اليه ولو حبوا والله لكاني انظر اليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد قال امامنا الصادق وويل للعرب من شر قد اقترب من شر في نظرهم العرب يجدون صاحب الامر شرا ما هو هذا حال العرب منذ يوم سقيفه بني ساعده من خيبه الى خيبه ومن فشل إلى فشل نذهب إلى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي, الرقي قال, قال قلت لأبي, لأبي عبد الله, الله إمامنا الصادق صلوات الله, الله عليه علي 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 ما معنى السلام على رسول الله, الله. فقال إن الله تبارك الله. وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الائمه وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل, ويعجل السلام, السلام لكم, لكم بجميع ما, ما فيه. أقرأ الرواية بكاملها عليكم. عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس وقال صلوات الله عليه امامنا الصادق قال لي ابي يعني الباقره صلوات وسلام عليه لا بد لنار من اذربيجان لا يقوم لها شيء فاذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبد ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا اليماني الخراساني وقد يراد منه الإمام صلوات الله وسلامه عليه لكننا إذا جمعنا الرواية هذه مع الروايات الأخرى فإن المتحرك هنا اليماني أولا الخراساني ثانيا فاذا تحرك متحركنا فاسعوا اليه ولو حبوا والله لكاني انظر اليه انظر الى الامام هنا الروايه نقلت الحديث الى الامام المعصوم الى الحجه بن الحسن والله لكاني انظر اليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. قال صلوات الله وسلامه عليه: وويل للعرب من شر قد اقترب. من غيبه النعماني اعود الى الجزء الثامن من الكهف الشريف. الطبعه التي اشرت اليها قبل قليل صفحه 211 رقم الحديث ثلاثمية وثلاثة وثمانين بسنده عن سدير إنه سدير الصيرفي قال قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا سدير يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار واسكن ما سكن الليل والنهار هذا التعبير هذا التعبير في معارض كلامهم يشيرون بسكون الليل والنهار يشيرون الى الوقت الذي لا تكون فيه الصيحه فاذا كانت الصيحه فليس هناك من حاله سكون في الليل والنهار واسكن ما سكن الليل والنهار واسكن ما دامت الصيحه لم تعلن يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من احلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك ان السفياني قد خرج فارحل الينا الى اي جهه اما الى اليمن واما الى ايران فارحل الينا واما ان تنتظر في العراق ان كنت عراقيا او ان تتوجه إلى العراق إن لم تكن عراقية لأن اليمانية سيتحرك باتجاه العراق ولأن الخراسانية سيتحرك باتجاه العراق أيضا يا سدير إلزم بيتك وسدير هذا عراقي أيضا كوفي يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من احلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فاذا بلغك ان السفياني قد خرج، خرج في الشام في اوائل شهر رجب في رجب العلامات فاذا بلغك ان السفياني قد خرج فارحل الينا ولو على رجلك فارحل الينا ولو على رجلك قطعا هذه الروايات ناظرة إلى الأشخاص باختلاف ظروفهم فلربما يقصد في الرواية هذه يقصد منها ما يرتبط بأحوال الشيعي الذي يتوقع أن السفر قد يمنع والا فان الروايه مرت علينا قبل قليل وفي الكافي الشريف وان احببتم ان تتاخروا الى شعبان فلا ضير وان احببتم ان تصوموا في اهاليكم فلعل ذلك ان يكون اقوى هذا حال الذين يستطيعون ان يتواصلوا مع اليماني مع الخراساني من دون معوقات كالذين يعيشون في العراق مثلا وينتظرون قدوم اليماني وقدوم الخراساني لكن الذين يعيشون في بلاد بعيدة وربما بعدما تتأكد الأحداث ويتحدث الإعلام تقوم الدول بإغلاق حدودها وبإغلاق مطاراتها يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن سفيانية قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك ألا تتذكرون أيام الحرب على صدام لإخراجه من الكويت العراقيون في البلاد الغربيه في البلاد التي شنت الحرب على صدام العراقيون في بريطانيا مثلا او في البلدان الاخرى وضعوا تحت المراقبة وطلب من بعضهم أن لا يسافروا وكان لهم وضع خاص إبان حرب الكويت الذين يتذكرون الأحداث ستعود بهم ذاكرتهم الى تلك التفاصيل يمكن لهذه الامور ان تتكرر في اي زمان وفي اي مكان بغض النظر عن الموضوع الذي اتحدث عنه احتمالات هذه قائمه يمكن ان تكون في كل زمان وفي كل مكان يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من احلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك ان السفياني قد خرج فارحل الينا ولو على رجلك ايضا في الكهف الشريف في الجزء الثامن صفحه 219 رقم الحديث 412 بسنده عن الفضل الكاتب قال: كنت عند ابي عبد الله عند امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فاتاه كتاب ابي مسلم انه ابو مسلم الخراساني حكايه لها تفصيل ليست موردا للتوغل فيها اذهب الى موطن الحاجه من الروايه الشريفه قلت من الذي يقول؟ الفضل الكاتب يقول لامامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قلت فما العلامه فيما بيننا وبينك جعلت فداك ما هي علامه الفرج ما هي علامه تحركنا لنصرتكم قلت فما العلامه فيما بيننا وبينك جعلت فداك قال لا تبرح الارض يا فضل كن ثابتا في مكانك حتى يخرج السفياني فاذا خرج السفياني فاجيبوا الينا يقولها ثلاثا فاذا خرج السفياني فاجيبوا الينا فاجيبوا الينا فاجيبوا الينا ثم يقول امامنا الصادق وهو من المحتوم مثل ما حدثتكم قبل قليل وانا اميز لكم فيما بين ما عنونته بالعلامات وما عنونته بالإرهاصات. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. الفضل الكاتب يقول لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك أعطني علامة. قال لا تبرح الارض يا فضل كن حلسا من الاحلاس لا تبرح الارض يا فضل حتى يخرج السفياني فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا فأجيبوا إلينا فأجيبوا إلينا وهو من المحتوم مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكفاكم بالسفياني علامه. نذهب الى فاصل. عن ابي حمزه الثمالي قال قال لي ابو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه انما يعبد الله من يعرف الله فاما من لا يعرف الله فانما يعبده هكذا ضلالا قلت جعلت فداك فما معرفه الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه واله وموالاه عليا صلوات الله عليه والائتمام به وبائمه الهدى صلوات الله عليه والبراءه الى الله عز وجل من عدوهم هكذا يُعرف, يعرف الله, الله عز, عز وجل, وجل روايات مهمه بقيت لدي ساتركها الى حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى لكنني ساجمل لكم العلامات مثلما وعدتكم ساجمل لكم العلامات التي هي في الحقيقه نقاط داله نقاط واضحه بينه قلت لكم من ان العلامات ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر رجب، إنه رجب العلامات في السنة السابقة لسنة الظهور، وحدثتكم بشكل إجمالي عن مواصفات سنة الظهور وعن مواصفات السنة التي تسبقها في شهر رجب أهم علامة السفياني في سوريا وسيكون في دمشق سيسيطر على دمشق بسرعة سيتمكن من القضاء على كل مناوئ وسيفرض سلطانه على سوريا في الوقت نفسه هناك ظهور لليماني في اليمن وسيتحرك باتجاه العراق وهناك تشخيص واضح للخراسانى لانه كان ظاهرا قبل هذا الوقت لكنه لم يشخص بالدقه وبالتمام والكمال العلامة الواضحة في شهر رجب السفياني وصاحبه اليماني والخراساني إذا ظهر هؤلاء الثلاثة في شهر رجب فإننا في رجب العلامات بإمكاننا أن نقول من أن عاشوراء في السنه القادمه سيظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. شعبان ليس هناك من علامه خاصه وانما هناك اضطراب نفسي اضطراب اجتماعي اضطراب سياسي في الواقع الشيعي. وحتى في خارج الواقع الشيعي لكنني اتحدث عن واقعنا الشيعي هذا هو الذي نرتبط به ويرتبط بنا في شهر رمضان العلامه الواضحه البينه الصيحه في صبيحه اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان وسيكون يوم جمعه ليله القدر ستكون ليله جمعه في صبيحتها عند فجرها ستكون الصيحه صيحه الهدى وعند الغروب صيحه ابليس نحن لا نعبا بصيحه ابليس نحن نعرف صيحه الحق ونعرف علامات امام زماننا ولا نبالي لا بابليس ولا بالدجال الاعوري ولا بدجال النجف نحن الزهرائيون لا نبالي بكل اولئك ناخذ ديننا من قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فلا نعبا لا بصيحه ابليسيه ولا بدجال اعور ولا بدجال السقيفه ولا بدجال النجف المرجئ البتري لا نعبا بكل هؤلاء لاننا لا ناخذ دينا من هؤلاء ديننا ناخذه من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم مثلما بايعنا في بيعة الغدير إنه المنهج الذي تعرضه لكم دائما في ليلها ونهارها قناة القمر الفضائية وهو منهج مناقض بدرجة مئة بالمئة ومئة بالمئة ومئة بالمئة الى ان ينقطع النفس مناقض لمنهج السيستاني ومناقض لمنهج الاحزاب الشيعيه القطبيه مناقض لمنهج حوزه النجف وكربلاء مناقض لمنهج السيستانيين والخوئيين والشيرازيين ولكل الطوسيين منذ سنه 448 وثمانية للهجرة وإلى يومنا هذا إنه المنهج الذي تعرضه لكم قناة القمر الفضائية في شهر رمضان الصيحة في اليوم الثالث والعشرين وهناك خسوف وكسوف في غير موعدهما في حالة استثنائية يأتينا الحديث عن هذه العلامة من الروايات الشريفة في حلقة يوم غد. في شهر شوال الحكم العباسي في بغداد والنجف يبدأ بالتلاشي، لن يسقط هذا الحكم حتى يسقطه الخراساني من جهة والسفياني من جهه اخرى لكنه يبدا بالتلاشي بالكاد يحافظ على نفسه بالكاد يحافظ على سرقاته وفساده بالكاد يحاول ان يحمي اشخاصه واتباعه لان الناس سيكونون في جهه وهذا الحكم سيكون في جهه اخرى العراق سيدمره الغلاء وستنتشر المجاعه فيه وهناك خوف ينتشر بين الناس خوف من النواصب من جهه من نواصب سقيفه بني ساعده من جهه وخوف بين الناس يخاف بعضهم من البعض في مثل هذه الاوضاع يقبل اليماني والخراساني ويقبل السفياني ايضا لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل حينما اقول في مثل هذه الاوضاع يقبل لا اتحدث عن تاريخ محدد وانما اتحدث بالاجمال. اما في ذي القعده لا توجد علامات من العلامات الحتميه لكن اضطرابا في السعوديه سيكون واضحا وواضحا جدا وهذا الاضطراب الذي سيكون في السعوديه ستنتشر اثاره في المنطقه العربيه كلها في ذا الحجه العلامه الواضحه في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة صاحب الامر يرسل رسولا هذا الذي يلقب بالنفس الزكية في أحاديث العترة كي يبلغ الناس بلاغا وبيانا عن صاحب الامر يقتله حكام السعودية ما بين الركن والمقام وهنا يسفك الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام هذه العلامه الواضحه الروايات حدثتنا عن اضطراب سيكون في منى بين الحجاج لا اريد ان اشير اليه لان العلامه الحتميه هي هذه قتل النفس الزكية بين الركن والمقام في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة تنتهي الأيام المتبقية من شهر ذي الحجة ويبدأ شهر محرم في سنة فردية والبداية في يوم خميس من يوم الخميس إلى اليوم العاشر الذي سيكون يوم سبت أنصار الإمام سيردون إلى نصرته وبيعته إلى مكة والى المسجد الحرام الروايات حدثتنا عن السبل والاسباب والوسائل التي سيصلون من خلالها وبواسطتها الى مكه الى امام زمانهم لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل انصار الامام سيردون الى مكه سيجتمع الامام فيهم في يوم الجمعه وستكون البيعه وفي يوم السبت سيعلن قائم ال محمد ظهوره المبارك للعالم في هذه الاثناء السفياني يرسل جيشا الى المدينه للقضاء على صاحب الامر سيخسف بجيشه في بيداء المدينه وسينتشر الخبر هذه علامه من العلامات الحتميه ان يخسف بجيش السفياني الذي بعثه الى المدينه في بيداء المدينه هذه العلامه ستكون موافقه مرافقه لحركه الظهور هذه النقاط الداله الواضحه بحسب ما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هناك شيء من التفصيل تعرضه لنا الاحاديث الشريفه ساقرا بعضا منها عليكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أتمنى أن أكون قد لخصت لكم المطلب بنحو موجز وإجمالي وسريع من دون أن أدوخكم بالتفاصيل الصغيرة حينما أقول من دون أن أدوخكم بحديثي وبالتفاصيل التي اذكرها من شرح وبيان والا فان الروايات والاحاديث لا تدوخ الشيعي كلامي هو الذي يدوخكم حينما ادخل في التفاصيل اللغويه والتاريخيه وفقا لطريقتي التي تعرفونها حينما اشرح الروايات والاحاديث في بعض الاحيان اسهب في الكثير من التفاصيل ربما لا تكون ضروريه بالنسبه لكم انا اراها ضروريه قد لا تجدونها ضروريه على اي حال لخصت لكم المطلب بهذا الايجاز وللحديث تتمه سناتي عليها في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا في امان